السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنراجع على أسئلة بعنوان علل أو فسر أو لماذا. لماذا تستقيم ساق نبات البسلة رأسيا بالرغم من أنها ساق ضعيفة؟ الحل: لأن نبات البسلة من النباتات المتسلقة بواسطة المحاليق التي تدور في الهواء حتى تلمس جسما صلبا، يعني دعامة خارجية، وبمجرد اللمس تلتف حوله وتلتصق به بقوة، ثم يتموج ما بقي من أجزاء الحالق في حركة لولبية فينقص طوله، وبذلك يقترب الساق نحو الدعامة فيستقيم رأسيا. طيب اللي بعديه، فسر أو علل التفاف المحلاق حول الدعامة. أولا، لبطء نمو المنطقة التي تلامس الدعامة وسرعة نمو المنطقة التي لا تلامس هذه الدعامة، فتستطيل مما يؤدي إلى التفاف المحلاق حول الدعامة، وبذلك تنمو ساق النبات رأسيا. تعتمد حياة الحالق على وجود الدعامة. السبب أو لماذا أو فسر: لأن إذا لم يجد الحالق ما يلتصق به أثناء حركته الدورانية فإنه يذبل ويموت. طيب السؤال اللي بعده: تظل كرمات دائما على بعد مناسب من سطح الأرض. علل أو فسر أو لماذا: الأرضية المختزنة تظل دائما السوق الأرضية المختزنة تظل دائما على بعد ملائم من سطح التربة. برضو علل، يعني هنا سؤالين هو بنفس المعنى. فالإجابة: نتيجة وجود الجذور الشادة التي تستطيع بتقلصها أن تشد النبات إلى أسفل، فتظل الساق الأرضية المختزنة دائما على بعد مناسب من سطح الأرض اللي هي التربة، مما يزيد من تدعيمها وتأمين أجزائها الهوائية ضد تأثير الرياح. طيب السؤال اللي بعده: فسر. يتلاشى فرق الجهد على غشاء الليفة العضلية عند وصول سيال عصبي إليها. علل أو فسر: علل، لزيادة نفاذية غشاء الخلية لأيونات الصوديوم الموجبة التي تدخل بسرعة داخل غشاء الليفة العضلية. حينئذ توصف حالة غشاء الليفة العضلية بحالة اللا استقطاب، مما يؤدي إلى انقباض العضلة. طيب بعد، يتوافر إنزيم الكولينستريز في مناطق الاتصال العصبي العضلي.